متى نحتاج نصبر في العلاقة؟ أول شيء خلينا نقول وش معنى الصبر وش أنواع. الصبر هو الانتظار الطبيعي لنمو الأشياء، هذا الصبر. وهناك نوعين من الصبر: صبر الألم اللي حط يدي على خدي ومحبط وما أقدم أي شيء وما أسعى للتغيير وما أفهم الواقع اللي أنا عايش فيه ولا أفهم وش اللي ممكن يحدث تغييرا في واقعي. وهناك صبر الأمل، صبر المزارع البارع اللي عنده أرض خصبة حرثها اعتنى بها وسمدها وبذرها ويسقيها ويرعاها وقاعد ينتظر انتظار أمل. لكل امرئ ما سعى. بالضبط. وأنا نصيحتي مدام فتحنا موضوع الصبر، الناس صاروا عجلين، برامج سريعة بدون تسميات، يعني كل السرعة، عصر السرعة. حتى الواتساب يعني صار فيه زر يسرع لك الكلام مرة ونص ومرتين فعلا، يعني سريع 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 سريع، تعودنا على النمط السريع، رتم 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 وما في صبر. أنا أتذكر والدتي الله يحفظها ويطول عمرها يا ربي، والدينكم جميعا كانت تطبخ جريش، عندنا طبخة جريش 6 ساعات، تجلس 6 ساعات تعد هذه الوجبة، تسويها على مزاج وعلى قولك، خذ الطعم، خذ النكهة، خذ الفائدة، صبرت شيء وشوف الناتج. بالضبط. فهو بالضبط صدقا نصيحتي يا أبنائي ويا بناتي اللي شاهدونا ومن المقبل على الزواج أو في بداياتهم، للزواج مرحلة نضج، لا تستعجلون، لا تستعجلون، مكونات صحيحة بمقادير صحيحة بمدة انتظار صحيحة وبتنضج طبختكم وينضج زواجكم. وفي يعني مقولات كثيرة تتكلم عن أن الزواج يستقر بعد ما بين 3 إلى 5 سنوات.